بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يتميز اللبان المر في وصفة البارحة، وضعت وصفة أو طريقة لتذييق المهبل وكذلك تعطيره بالمستكة. هذه هي المستكة أو المسكة الحرة، وهذا هو اللبان. هناك فرق بين المسكة الحرة واللبان أو الشحري أو اللبان الذكر. اللبان، علك اللبان، اللبان المر له عدة أسماء. هو رائع جدا، يتميز برائحة مميزة، له خصائص طبية فريدة، يدخل في الكثير من الوصفات الجمالية. تعتبر بلد عمان واليمن هما المصدر الرئيسي للبان الذكر. وبالمناسبة أحيي كل أهل عمان واليمن، وأحيي مشتركات قناتي من عمان واليمن، وأشكرهم على الدعم المستمر دائما. يتكون اللبان الذكر من مكونات أثبتت فعاليتها في حماية البشرة ومنحها المزيد من الجمال. سبق ووضعت وصفات للجسم للبشرة للتجاعيد من اللبان، والحمد لله كانت ناجحة. وصفة اليوم حسب طلباتكم هي لشد المهبل وتبييضه في نفس الوقت. نأخذ اللبان المر، نأخذ مقدار ملعقة شاي صغيرة فقط، يغسل جيدا لأنه سيوضع في منطقة جدا حساسة. ونأخذ كوب من ماء الورد، ننقع اللبان المر في ماء الورد ليلة كاملة حتى يصبح معنا بهذا الشكل. اللبان في هذه الوصفة رائع جدا لتجديد الخلايا، كذلك هو رائع جدا لترطيب المنطقة الحساسة، يخلص من البثور والحبوب الموجودة في المنطقة، كذلك هو صحي للمنطقة، يمنحها النعومة والنقاء، وكذلك عند التعرض للحكة في هذه المنطقة. فهذه الوصفة رائعة جدا. وطريقة استخدامها، بعد ما يذوب اللبان يجب تصفيته من البقايا بواسطة القطن، يصفى جيدا، وبعدها نقوم بمسح المنطقة ليلا قبل النوم. يمكن كذلك استخدامه للمؤخرة ومسحها جيدا لتبييضها والتخلص من الحبوب، وكذلك قلت هي رائعة جدا للحكة. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات. البنات الصغار كذلك من عمر 15 سنة يمكنهم استخدام هذه الوصفة إذا كان عندهم نوع من الحكة أو الحبوب. رائع جدا اللبان، ونقوم بشطفه مباشرة في الصباح بماء دافئ. وكذلك يمكن الاحتفاظ بوصفة اللبان، نحتفظ بها بعد تصفيتها للاستخدام في برطمان زجاجي لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. إذا بقيت كمية يمكن وضعها في مكعبات الثلج وحفظها في الفريزر، وبعدها استخدامها دون أن تفسد. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.